كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018. وأعرب سمو ولي العهد في برقيته عن خالص تهانيه وتقديره لمستوى منتخب جمهورية مصر الشقيقة وبإعجابه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، متمنيا أن يواصل المنتخب المصري مسيرته المشرفة وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات. كما بعث سمو برقية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل مهنئه بهذه المناسبة.